طبعا احنا ثقافه غرفه المعيشه مش عندنا من زمان، يعني هي ثقافه حديثه على البيت الليبي. شن اكثر الطلبات او انت اللي يطلب فيها الزبون او انت اللي تقترحي في الاول؟ احنا خلينا نمشي من الاول. يلا بينا. علاش قلتي ان غرفه المعيشه مستحدثه؟ لان زمان عندنا وسط حوش، ما عندناش غرفه معيشه. بالضبط. تركيبه الحوش الليبي ان في وسط حوش وفي ديار، فوسط الحوش هذا المفتوح على كل الديار. فتو بدا الناس تبي ليفينج اريا او ركن معيشه او تي في جهه للتلفزيون، فبدت مستحدثه جديده. ولان الحوش الليبي بطبيعته مضياف ويحب الضيوف، فكان يهتم اكثر بالمربوعه وبغرفه الاستقبال. فالمعيشة تو في الفترة الأخيرة إن الحياة ولت عملية جدا، وبدو العيلة يبوا يتلاقوا أكثر مع بعضهم طبعا. فغرفة المعيشة أنا ديما حتى لزبايني ديما نقول لهم إن أساس الحوش أو تلت الحوش جاي في الفراغ المعيشة هدايا، مش كنبة وتلفزيون، لا، مفروض حتى الأكل يكون في المعيشة، المطبخ جزء منه يكون مفتوح على المعيشة، والأهم من الثلاثة حاجات هي تكون مفتوحة على حديقة حتى لو كانت صغيرة. لأن الحديقة حتعطيني أريحية وأنا قاعدة داخل الحوش. فجزء كبير مفروض الثلاثة فراغات هدية اللي هي المطبخ مع الأكل مع فراغ المعيشة لازم يكونوا مفتوحين. أقل حاجة يكون عندي نص حيط مفتوح على حديقة، حتى وأنا قاعدة حتى الجو برا مش تمام لازم يكون نشوفه. فديما نقول لهم إن اهتمامنا شوية بالضيوف ينقص ونزيده اهتمامنا بفراغ المعيشة.